قصة قصيرة بعنوان لماذا رفضت استلام الجائزة؟ للعراقي الدكتور عبد الرزاق فليح العيساوي. الإهداء إلى التي تمنح الكلمات نبض حياة. قالوا ويقولون كثر القيل والقال، وبعدما قالوه حينما يفلس التاجر فإنه يفتش في دفاتره القديمة، ولأني لست تاجرا بل طبيبا، شاءت صدفة رعناء أن أصاب بجرح بليغ تحت الركبة، لذا أقول محافظ ذكرياتي أفتحها فتعانق قلبي وعقلي، ومضات من إشراقات أيام السالفات، فأفرح أو أتنهد، لكني في كل الأحوال أبتهج وأردد مع نفسي لا يزال في الزمن بقية، بقية تستحق أن نعيشها، ثم نبتسم لا تتساءل طويلا. ما اسمي ومن أكون أنا؟ فأنا عبد الله العيسى ابن فلاح العيسى، وفلاح العيسى الذي أعني به هو أبي، وهو رجل كتب سيرة حياته على أديم أرض من رمال متحركة في مجتمع قروي لا يفهمه. ولو أني عرفت عدم الفهم هذا متأخرا، عرفت أن في دواخله تصميم وصلابة وإرادة منتصرة، لمست ذلك بعد أن أعدت تقييم الأمور فتأكد لي أن أقواله أفعال مبررة. لذا أعتذر لروحه لأني كنت أنظر له بطريقة أخرى، كنت أعتبره متسلطا متعصبا لما كان يفكر به. أتساءل وأسأل في نظركم، هل كنت أنا ابنا عاقا؟ على كل حال أرجو منكم أن تدعوا له بالرحمة وتدعوا لي بالمغفرة. أبي فلاح العيسى كان قد أكمل الدراسة الابتدائية فقط في مدرسة القرية، يحفظ الكثير من الشعر والقصص وقواعد اللغة العربية، ولأبي منزلة واحترام يكنهما له أهل القرية ومعلم مدرسة القرية ومديرها. والدي كثيرا ما كان يردد عبارة يعشق ترديدها على مسامعنا نحن أولاده التسعة وأختنا الوحيدة، والعبارة تقول كونوا كالخيول العربية الأصيلة التي تأبى أن تخسر السباق فتنال لذة الفوز الكبير، وما أجمل لذة الانتصار. ويوبخنا بقسوة إن لم نكن نحن الفائزين، نتملق له لنرضيه فنحفظ عن ظهر قلب أشحارا ومقاطع من قصص عربية. من أنا؟ أنا رجل من قرية اسمها قرية المنسي، وبتلميح من سيدة أوحت لي لاحقا استبدلت أنا وبتأثير هذا التلميح العفوي اسم قريتنا باسم قرية قدم الجبل. وبعد أن أكملت دراسة الجامعية في العاصمة بغداد، وبعد أن أتممت خدمة العسكرية في وحدة الميدان الطبية، انتقلت من قريتنا للعمل في مدينتنا لأمور حصلت في يوم الأربعاء الفائت، لظرف طارئ، وعلى الرغم من شدة الجرح الذي أخبرتكم عنه اضطررت لنقل عائلتي للقرية، ومن ثم عدت أنا وأخي لبيوتنا في المدينة. ها أنا ذا عبد الله العيسى في بيتي، وبصورتها وصوتها تتسامى روحي تعانق السماء، أردد مع نفسي بخشوع تعالي بابتسامتك صغيرتي، تعالي أيقظيني من جفاف هذا الزمن المنحط، تعالي أقدمي، أريدك أن تفتحي معي محافظ ذكرياتي، ابتسمي. بل لنبتسم معا ونحن نقرأ معا كلمات لرجل لا تزال حلاوة طعم تفاح القرية ساكنة في فمه، واليوم يعيش يعانق عطر القرنفل بشغف ولهفة. إنه أنا عبد الله العيسى، أجلس في إحدى غرف بيتي أمامي دولاب مكتبة خشبية مزججة، فجأة وأنا الهائم في وجدي وأشواقي تذكرت أن لي في المكتبة هذه دفتر مذكرات بدأت في كتابتها وأنا حينها كنت تلميذا يافعا في المرحلة الابتدائية.
طفلا صغيرا نزقا بعض الشيء. أضحك بكثرة عندما ألحقوني للتعلم في مدرسة القرية، وتمر 5 سنوات وأنا العاشق للود الذي أشاهده بين الطيور والعصافير، وود مواسم غرام القطط. أسرح طويلا أبحث عن أسرار هذا الود الدافئ. أكتم سرحاني، لا خوفا بل تقديسا للود الصافي الذي يغمرني وأستغرق فيه. لذا رحت أحاور نفسي على الورق أكتب في دفتر أخفيته عن كل الناس. في كتاباتي كنت متأثرا بما يردده أبي من شعر، محاولا أن أتسلح بمثل براعته في دنيا الأدب ولكن بأسلوبي الخاص. لا أخفيكم سرا، كنت أريد أن أكون ندا لأبي، لذا كان دفتر ملاحظاتي أو مذكراتي بداية طريقي للتمرد المبطن بالتحدي الساذج. سأدرج لكم القليل من بعض ما كتبته في هذا الدفتر وهو ما يلي: يوم الثلاثاء، مدرستنا. مدرستنا مختلطة تلاميذها بنين وبنات، فيها 5 معلمين معهم مدير ومعلمة واحدة اسمها سعاد. معلم اللغة العربية يحب أن يدوم التقويم الهجري على اللوح الخشبي المعلق في جدار الصف، ومعلم درس الرياضيات دوما يكتب على اللوح بالتقويم الميلادي. احترت أتبع من؟ لكي أتخلص من الحيرة قررت أن لا أكتب أرقاما أو أسماء شهور. يوم الأربعاء، المعلمة سعاد. سعاد معلمتنا ذات الشعر الأسود الفاحم والوجه الأبيض المدور، عينيها السودوين الجميلتين. أحس في نظرتها خيط حزن عندما أراها، أرتجف وتتصارع نبضات قلبي. سعاد جميلة، أخاف أن تذهب للتعليم في مدرسة أخرى غير مدرستنا. أعتقد أن معلم اللغة العربية يريدها لكنها لا تريده. أنا متفوق ومتميز في دروسي وكل نشاطات المدرسة، في كل سلوكي نفس متحدية. ولا أذيع سرا إن ذكرت لكم بأني كنت ولدا صغيرا لكن في رأس عقل فتى مراهق، وفي صدري قلب مشاعره أكبر بكثير من صدري. حل الربيع في قريتنا. في فصل الربيع ينبعث دفء الحياة متدفقا، تتزاوج الطيور، تتسابق الفراشات وحتى الديدان والحشرات، كلها تتسابق للالتقاء ببعضها، يجمعها ود حميمي. سألت نفسي، هل الطيور والديدان أفضل من البشر في التعبير عن مشاعرها؟ تساؤلي هذا حفزني أن أنفذ ما كان يراودني من أفكار، ثم قررت أن أكتب للمعلمة سعاد رسالة. كتبت ومزقت ثم كتبت واقتنعت بما كتبت. كانت رسالة حب خجولة، لكني أنهيتها بذكر اسمي وتوقيع خططته بسذاجة. لم أجرؤ على تسليم الرسالة، بقت الرسالة معي 3 أيام. بعدها قررت أن أستعين بإحدى التلميذات لتقوم بتسليم رسالتي للمعلمة. بقطعة حلوى أقنعت أغبى تلميذات الصف فقامت بتسليم رسالتي لمعلمتي. وأنا بخليط مشاعر متناقضة متشابكة أراقب الموقف. قرأت الرسالة، بهدوء نظرت نحوي ثم وضعت الرسالة في حقيبتها اليدوية. دق الجرس معلنا انتهاء الحصة الثانية. انصرفت وانصرفنا وأنا مذهول، تدور بي دوامة من خليط أفكار لا أميز بعضها عن بعضها الآخر. دق جرس الدخول لحصة الدرس الثالث فدخلنا للصفوف. بعد دقائق جاء عامل المدرسة العم أبو ماجد للصف، ثم تحدث قليلا مع معلمنا. نادى المعلم باسمي ثم قال لي: اذهب لإدارة المدرسة مع أبو ماجد، طلبك المدير. دخلت غرفة مدير المدرسة مرتبكا بعض الشيء، لكن في داخلي تماسكا ورثه عن أبي، وصدى صوت أبي وهو يردد: الخيول العربية الأصيلة تأبى أن تخسر السباق. صدى صوته يرن في أذني بلا انقطاع.
كان مع المدير في الغرفة معلم درس اللغة العربية ومعلم آخر. بدون سابق إنذار بغضب صاح معلم اللغة العربية: أيها الوقح الحقير! وأتم كلامه بسيل من العبارات النابية، ثم نهض من مكانه محاولا صفعي، لكنه توقف عن ذلك بعد أن منعه المدير. قال للمدير: لماذا يا ولدي؟ وقبل أن يتمم المدير كلامه بسرعة ولا شعوريا رددت قائلا: والله أحبها. ثم استدركت قائلا: لأنها معلمتي. بصوت متحشرج راح معلم اللغة العربية يردد: وقح وألف وقح. من نبرات صوته أحسست أني لن أخسر السباق، وتذكرت أبي وكدت أن أبتسم متلذذا من نشوة فوز باعتقاد أنني حققته. قطع علي شبح ابتسامة صوت المدير وهو يأمرني باستلام ورقة، وهو يقول: هذه الورقة تبلغ لوالدك للحضور للمدرسة. خائفا سلمت أبي ورقة التبليغ، ثم عرف مني كل القضية وبخني على فعلة هذه، ثم تمتم قائلا: ومن الحب ما قتل. زار أبي المدرسة والتقى المدير والمعلمين، لأن لوالدي وجاهة واحترام في المنطقة والمدرسة، اكتفوا بعقوبتي بالفصل من المدرسة لمدة 5 أيام وشرط أن لا أكرر مثل هذه التصرفات. مرت شهور وجاءت نهاية العام الدراسي، وبعد ظهور نتائج الامتحانات كنت الناجح الأول على كل تلاميذ مرحلة الدراسية. لقد كنت متفوقا. بعدها نظم احتفال لتكريم التلاميذ المتفوقين لكل المراحل، احتفال تصدره مدير المدرسة والمعلمين والمعلمة سعاد وأفراد من عوائل التلاميذ وعدد من الفضوليين الذين يقتنصون الفرص لتناول حلوى الاحتفالات. رصت الجوائز البسيطة على منضدة وضعت أمام نظر الجميع. نودي باسمي لاستلام جائزتي. نهضت تسبقني نظراتي بتباه أنظر إلى المعلمة سعاد. كان مدير المدرسة هو من يقوم بتسليم الجوائز للمتفوقين. عند وصولي قرب المدير سمعت صوت معلم اللغة العربية وهو يصيح: وقح وقح. رجعت وتراجعت ورفضت استلام الجائزة، وعدت وتسمرت عيناي للنظر على المعلمة سعاد، فرأيتها قد أطرقت برأسها، والذي لم أستطع معرفته هل أنها أطرقت لخجلها أو لحرجها أو لعطفها أو لشيء آخر لست أدري، لكن ما يسيطر على مشاعري حينها هو شعوري بأني لم أكن وقحا بل كنت محبا، لأني بنظري قد كسبت الأفضل. لذلك رفضت استلام الجائزة. العراق، نيسان، في الأول من أكتوبر 2022.